معالي وزير الداخلية مروان شربل. أهلا سعيد، شو فيني أخدمك؟ نو 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 تقبرني، أبدش عصبك، أبدش تخدمني بشي حبيبي. لكن جاي تبلغ عن عملية اغتيال. نو تقبرني، نو تقبرني، أكيد لا، أشرفني مسطول. بلغ عن جريمة اغتيال واطلع أنا العامل عملية وأنا اللي قاتل. لكن جاي تبلغ عن عملية سرقة. لا حبيبي رجعت غلط، شو شايفني مسطول بلغ عن عملية سرقة وتطلع أنت السرق. يا ريت، وما حدا شي حقق بالعملية أنت السادق. طيب يا أستاذ سعيد، عن شو جاي تبلغ؟ والله تقبرني، جاي بلغك تعمل رولاكس 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 رولاكس. ايه عاد عاد منيح، عاد منيح، عاد منيح، تنفس تنفس غبي. ايه هيك، ريح حالك، ريح حالك، رخية رخية مثل منك رخية على السرقات وعلى الجرائم. برافو عليك. اوعى تفكر بقانون الانتخابات، فكر بغير شيء. تقبرني بالشجر، بالبحر، بالعصافير حبيبي. هيك هيك، رخي رخي حالك، رخي حالك حبيبي. اوعى تفكر وتقلق بقانون الانتخابات، لانه تقبرني هي ذاتها، صدقني هي ذاتها، اذا طلع له نايب بالزايد لعون من هون او نقص له نايب من هون للحريري، هي ذاتها. يلا انا وياك على الكاميرا مسيو مروان شربت، يلا هون. مجلس النواب، في شي بيبسط يا خيي.